السؤال: تفكر في إنشاء حزب، هل فعلا الفكرة دي جدية؟ ولماذا؟ وما هي أفكار أو أهداف ومبادئ هذا الحزب؟ طيب، الحقيقة إنه يعني أنا يمكن نظرتي إلى الاتجاه أو المنهج اللي أنا بطرحه إن إحنا ناس يعني نتسم بالصفات بنحاول نحققها، إن إحنا متزنين، مطمئنين، عايزين دولة منهج، نظم منهجية، مش مسألة، إن إحنا عايزين نعمل نوع من أنواع المؤسسية الصادقة، عايزين نعمل بلد تقوم على مقاييس بالفعل حداثية محترمة تثير الإعجاب، وبالتالي أي حاجة صغيرة عايزين نعمل لها الدراسة اللي تخليها شيء واقعي، وفي نفس الوقت نجمع ما بين الحفاظ على الكرامة الوطنية، إن يكون مفيش نوع من الخضوع للمذلة. لأن أنا شفت مضيف في الطيارة، مضيف أمريكاني في الطيارة، يبالغ جدا في محاولة خدمة الراكب، وهذا الراكب في وقت من الأوقات بدأ يعامله بعنجهية، ففوجئت بهذا المضيف اللي في الطيارة وهو كان من الزنوج الأمريكيين، بعد ما هو منحني وبيحاول يخدمه وخدام ينتصب واقفا ويقول له: يا أستاذ أنا أذكرك بأنك يجب أن تعاملني بالاحترام الكافي، وراح متلفت وماشي، جاب له كابتن الطيارة علشان ينبه على الراكب أنه لا يجوز له أنه هو يعامل طقم الطيارة بعلو. فأنا أرى أنه العزة التي تتوفر للشعوب الأخرى هي التي صنعت منها شعوبا أصبحوا هم سادة العالم. اللي جاي العالم من شعار حضرتك سنحيا كراما، طب ده طبعا أحد الأمور. فبالتالي أنا عايز أجمع ما بين العزة والحكمة والمصلحة، لأن البلد لازم تحقق مصالحها، فمش عزة فارغة زي هنرمي مين في البحر وهنعمل ننتف لمين دقنه، لأ، العزة والحكمة والمصالح، مصالح البلد. كنت أتمنى أن يكون عندي وقت كافي، سنة، 6 أشهر، أنشئ فيه هذا، لأن أنا مش من نوع رد الفعل، يعني مش أنشئ الحزب مش مثلا واحد دخل الانتخابات وبعدين أقصي عنها ورفض خوضه فيروح عامل حزب، لا، كنت أحب أخد وقت. فأنت العنصر الحاكم عندك هو موعد الانتخابات التشريعية، إنما دلوقتي دي الكارثة بقى. طيب، اللي حصلت. فأنت بس عشان أكون فاهم صح، تريد حزبا يسعى إلى الأهداف اللي حضرتك قلت إليها، ينتمي بالتأكيد لأفكار الإسلام السياسي؟ بلا شك. طب يعني بس عشان نبقى نحطينا عشان الناس لما ياخدوا الخبر ياخدوه كاملا، يعني طبعا إن أنه الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل يسعى لإنشاء حزب من الإسلام السياسي بناء على الأهداف اللي قالها، أيضا أنه هذا الحزب سينزل سينزل أو يعدوا لكي ينزل إلى الانتخابات التشريعية. دي أمنية طبعا، أمنية. إحنا نلحق يعني، لأنه كنت عايز تنزل في كل الدوائر. إذا نعم يعني إذا حدث أنه لم، لأنه أنا مش متأكد أن إحنا نلحق ننتقي شخصيات تشرفنا من أول لحظة والحزب لسه ما حصلش فيه تفاعل. إنما أنا أرجو إذا خط الانتخابات نخوضها في جميع الدوائر بقصد الحصول على أغلبية كبيرة، وأعتقد أننا نملك هذا بسهولة. أغلبية أكثر من الإخوان وأكثر من السلفيين؟ أعتقد تماما هذا، وهذا إحنا شفناه في أثناء الانتخابات الرئاسية. إحنا خطابنا للناس وجد صدى، وإحنا بنقيسه كنا متعجبين من هذا الصدى، لأنه كان في مجالات وميادين اجتماعية غير المسلمة. يعني حضرتك تقول إن حزم وإسماعيل مرشح، أكيد الميدان الفلاني هيأيده، لكن ده، لكن إحنا وجدنا حجم التجاوب الغير طبيعي، الناس شايلنا شيل من دوائر ما كانش في حسباننا، كنا متصورين هنتعب فيها أكثر من كده. فإحنا عندنا اعتقاد والله أعلم بأننا نستطيع أن نحقق الأغلبية البرلمانية الكاسحة منفردا، مش في ائتلافات مع حد، يعني في الحزب اللي احنا يعني هذا التيار
يستطيع أن يحقق ذلك. نرجو نعم عندنا يعني أمل في هذا. مش مثلا يخش مع حزب النور أو يخش مع الإخوان، لا، هو إذا نزل الانتخابات، إذا نزل منفردا يستطيع أن يحقق أغلبية كاسحة. يعني كونها يحصل يعني. نعم الإجابة كون أنه يحصل ائتلافات أو مش هيحصل، ده وارد وده وارد. ده وارد طبعا، إنما إحنا نعم نرى أننا إذا خضنا الانتخابات منفردين فهناك رجحان ان احنا نحصل على اغلبيه. طيب تعتبروا عايز وعايز اقول لحضرتك حاجه كمان مفاجاه يمكن تكون ان احنا الكلام ده مما يزكي جماعه بتوع التيار الثالث بتوع دلوقتي. نعم. لان اصل تجميع الشبهه اللي بدات حصل التيار الثالث اللي بداوا دول ليبراليين بقى وعلمانيين ولا اي حاجه ومعاهم حتى الفلول ومعاهم اجهزه الامن هتخدم عليهم، هتشوف حضرتك والكلام ده كله، مش اجهزه الامن الظاهره طبعا، والجماعة بتوع الأحزاب القديمة وغيره. أرجو حضرتك بس يعني حرام إن إحنا نطعن تيار. مش بطعنه، لا، على إنه هيكون بالناس بيشتغلوا مع تيار أمن وحضرتك ما عندكش دلائل. أنا مش بقول حاجة وحشة. أنا بتكلم إنه التجميع للتيار الثالث ده شيء منطقي، كل تيار بيجمع. أنا مش زعلان، أنا عشان كده بقول أنا مش بقول حاجة وحشة. لا حضرتك قلت إنه الأمن والفلول، فكده حضرتك ما أصل الفلول دي مش عيبة. طيب يعني دول ناس كانوا في الحزب الوطني قبل كده، هي بالنسبة لي جريمة، لكن بالنسبة لهم احنا كنا في الحزب الوطني خلاص. فدي حاجة تقرير واقع يعني. انا مش بقول كلام حاشا لله اني اقول كلام وحش عنهم. ايه بقى اللي بتستخلصه من وجود التيار الثالث؟ التيار الثالث ده لما بيتجمع دلوقتي اللي هم من 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 النظام القديم زائد الليبراليين والعلمانيين وهيخدم عليها جهات وغيره، كلهم دول جايين داخلين مش راضيين يطمنونا ولا بكلمة واحدة على مسألة الاعتبار الشعبي اللي هي العقيدة، ان الناس عايزة الدين. ففي شعور ان الكلام دول متجمعين ضد مش الاسلام السياسي، ضد الدين كفكرة او كمبدأ. ده شعور موجود عند الناس. فحضرتك تعتقد انك انت التيار اللي هتبقى مضاد لهؤلاء يعني؟ لا انا مش عايز اقول كده، الافكار انا عايز اقول ان انا بطلب منهم انهم لو سمحتوا انا بعكس بخدمهم طمنونا بكلمة، قولوا لا احنا مش ناويين، مش ضد الدين يعني. يعني احنا عايزين طمنوا، هم ضد استخدام الدين في السياسه. فيقولوا لنا هم هيعملوا ايه يعني؟ طيب. يسيبوا الناس الوحشين اللي هم الاسلام السياسي دول الكخه يرموهم ويشوفوا، يقولوا هم احنا من ناحيه الدين يا ترى هنخلي المحرمات زي ما هي ولا يعني، يقولوا لنا فكرتهم نقوم احنا نطمن. طب السؤال انما انا بقى في المقابل. طب السؤال سؤال مهم عشان يساعدك في الاجابه، بالنسبه للناس اللي ممكن تنزل عشان تسأل نفسها طب حد صوتي ليه للحزب بتاع الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، إيه الفرق بينه وما بين الإخوان والسلفيين؟ يعني أنا عندي ثلاث أطروحات، عندي إخوان وعندي حزب النور مثلا السلفي أو حزب الأصالة، وعندي الحزب اللي حيتبناه أو سيعلنه الشيخ صلاح أبو إسماعيل في غضون أيام. إيه الفرق بين الثلاثة؟ ما هو عشان كده بقول لحضرتك إن في ناس كتير مش فاهمة حاجة عن الإسلام السياسي أو عن فكرنا ماشي إزاي. الإسلام ده إطار ممكن يوصل إلى 5% 10% من ممارسة السياسية بس، اللي هي إنه بلاش ده بلاش ده بلاش ده بلاش ده، خلاص ترسم الإطار. إنما في 90% من الممارسة السياسية اجتهاد بشري. أنا طارح نفسي على إني بديل لثلاث حاجات. فضل. بديل عن الغفلة السياسية. عن الانخداع. يعني طارح اليقظة السياسية. طيب النقطة الثانية. النقطة الثانية إن أنا بديل عن هجر الدين كلية، إنه ربا زي ما فيش ربا وخمر زي ما فيش خمر وزنا زي ما فيش زنا. وعلى فكرة القوانين المصرية بتدافع عن الزنا نصا نصا يعني رسمي، واحدة عندها شقة وتمارس فيها الرذيلة، أبوها وعمها وخالها وأخوها والدنيا كلها حاول تتعرض لها، يا بنتي ما تجيبيش أصحابك، ممكن تروح للشرطة تقول لهم هاتوا خدوا تعهد عليهم بعدم التعرض لي، أنا فوق 18 سنة ومن حقي الممارسة. فالنصوص فادحة. فبالتالي أنا بقول هذا البديل الثالث. الحقيقة يعني اللي هي أستاذ عماد منهجية السياسات. أنا مش شغلتي أبقى رئيس جمهورية ولا رئيس وزارة وأدي أزود ده شوية وثبت ده، أزود ده فلوس في مرتبه وثبت عمالة وأعمل علاوة وكذا. مال إيه يا فندم؟ أنا شغلتي أضع منهج يرفع المستوى المعيشي للبلد. المنهج ده
منهج تفعيل المؤسسات. أنا عندي مثلا صحراء في معهد بحوث الصحراء، عندي زراعة، عندي المركز البحوث الزراعية، عندي الجهاز المصرفي لما بيقعد يتكلم. أنا حضرت كتير اجتماعات لهم بشوف ازاي بيتكلموا عن انه يحرك مليم واتنين مليم في سعر الجنيه المصري، شيء رائع. لو استطعنا ان احنا نخلي السياسات منهجية فعلا بننشئ دولة غير عادية. هنا عشان الوقت اسأل حضرتك سؤال، لما تعمل وصلة بين الزراعة والصناعة تقدر تعمل خريطة. خريطة احنا عندي مواد أولية ايه، زراعة ايه، صناعة ايه. فانا نفسي اطرح باب المنهج السياسي. طيب ده انا اعدك اذا كان يسمح وقت حضرتك انه بالنسبة لكل تفصيلاته لما يبقى مكتوب بالنسبة لهذا الحزب ان شاء الله انه ممكن نناقشها باستفاضة. بس عندي نقطة مهمة اعتقد انه مهم لحضرتك انك تشرحها في نهاية هذا البرنامج فيما يختص بالمادة الثانية التي لها علاقة بالشريعة الإسلامية، وهي موضع أخذ ورد الآن في لجنة الدستور. أفهم من كلامك أن حضرتك مع أنه، هل أنت مع، خلينا أحط لك بدائل، مع إبقاء النص كما هو، مع وجود جزء تفسيري عن معنى كلمة مبادئ الشريعة، أم الإصرار كما يصر يعني بعض التيارات على أنه يكون مبادئ وأحكام الشريعة؟ تمام. ما هو شوف حضرتك ده من المنهج اللي انا متضايق منه جدا. يعني تعرف حضرتك الخناقه دي كلها عشان ايه؟ عشان هم عايزين يحافظوا على نفس بناء الماده ويضيفوا له، يعني مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي، ولا الشريعه الاسلاميه، ولا احكام الشريعه الاسلاميه. طب حضرتك شايف ايه الصواب يا استاذ اذا كانت العباره دي كلها اتحطت زمان لتكون مبهمه، تفضل معيشني في نفس اطار الابهام. الصواب ايه يا فندم؟ ما تحط لي حاجه واضحه، قول لي ان مثلا لا يجوز مخالفه احكام الحلال والحرام المجمع عليها في الشريعه الاسلاميه مثلا، يعني يعني قول لي حاجه افهمها. انما انت عايز تحط لي نص يتسم بالفلسفيه علشان لما اجي في التطبيق يبقى غامض ويثير خلافات، ما تحط كلام واضح 24 قراط. انما هم عشان عايزين يخرجوا من الوضوح الى الجوانب الفلسفيه يقوم يقول لك مبادئ، ويقوم يقول له لا يا مبادئ اصلك تقصد كذا، كل واحد بيقول كلام. انما على كل حال انا مع وضوح النص. طيب علشان الوقت خلاص بيداهمنا، اذا عند حضرتك شيء انا مثلا يعني ما اديتكش الوقت انك تقول، او حاجه عايز تختتم بيها البرنامج، اعطي حضرتك الفرصه انك تقول. انا اشكرك شكرا جزيلا. ويعني على كل حال هو انا ما عنديش حاجه، لكن على اي حال انا عايز اقول انه ساعات في عله بتبقى شيك حلوه تخلي الناس تغلط، فيقول لك مثلا انا خايف من استحواذ الاسلاميين. انا موافق على ان احنا نعالج استحواذ الاسلاميين، او نحاول نتصدى، او نحاول نصلحه، بس بشرط ان ده ما يؤديش الى كنس مبدأ السيادة للشعب. ممكن يكون عندي رجاء لحضرتك؟ تفضل. رجاء، عيد التفكير في المعاد الزمن اللي حضرتك حطه بتاعت النزول للشارع. ده احنا انا حزين على العشر ايام فاصل اللي الناس انفضت فيه، ده في حد ذاته جرم تاريخي سيسجله التاريخ لهذا الشعب. وعلى بترجاك من بترجاك على فكر على من ارتكب الجريمة انه يسحب. طيب. ما تقعدنيش وانت بسلاحك وانا من غير سلاح، شيل السلاح وبعدين نتكلم سياسة. إنما تحط لي السلاح وتقول لي في ظل الإعلان الدستوري اللي على رقبتك، لا، أنا إنسان كريم على نفسي، أنا مش موافق أرجع بيتي أدخل بإذنك. ده بيتي. أنا بشكر حضرتك. شكرا. وعلى وقتك وعلى تحملك لأسئلتي. إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقات أخرى بمشيئة الرحمن، واللي يحفظ الله مصر من كل سوء وتصبح على خير.